أنا مسلمين ولا قرب صيحة القيامة، قال لي الثوم والعنبر ما بينهم فرق. قال يا عمي يقرا اللي يبي ثوم ناخذ فلوس ونعطيه ثوم، واللي يبي عنبر ناخذ فلوس ونعطيه عنبر، واللي يبي هدوم، اللي يبي هيل، واللي يبي قهوه، اللي يبي زعفران، اللي يبي عود جماري، اللي يبي بارود، كلش موجود بهالدكان. قال انا ما عندي اعتراض على اللي جاي يبي ثوم، لكن حطوا بقاعة الدكان، واللي جاك اللي يبي ثوم ادخلوا وعطوه عسى ما يوخر عن خشمه. قال لا انا حطهم بالباب. قال بلي يا المقاضي، طلع وخلوه. قال الله من عينه بدأ تنكر النوم، عيتنا ما العين من كثر ما ريت، صاع من العنبر بصاع من الثوم، يرخص بها المهود يغلق بها الكيت. ودور نيجي، شوف الكلمة هذه، دور نيجي تلقى أهل البيت باقوم متفقتة تنبت دلائل أهل البيت كل اللي وراي، ونشاد عن المعروف غادي ومنجوم، سري ليل بالبحور السماريت، وتزمل على فرق الحباري من البوم، وبالحي يتأمر رجال سرابيت، وياتي زمان بالسجلات ملزوم، والمستحي تقضي حياته تناهيت، ويا حيف يا سلمى العرب مات مرحوم عزاه وعزاه من يحيي الميت. له 70 سنة واربعة اشهر متوفي. الله يرحمه الله يرحمه. وش رايك لو يطلع الحين يعرفنا على حقيقتنا؟ الامور ترى طيبه، لكل زمان دوله الرجال. الحمد لله والله الامور طيبه ان شاء الله نبخي. بس اولا عندنا بقعه 100 كيلو وعندنا موقق 100 كيلو وعندنا الروضه 70 كيلو وعندنا المستجده 100 كيلو، يركب حماره ومعه جربته وجهاب، وانت بيقول والله ابي يمر لي من الرضاعه لسنتين ما جيت بروح ازوره وقي على حمار. على حمار انا غير وكل الوقت ولا رجلي بعد. خلي عنده حمار عنده لكسس ياخذ يومين ياخذ يومين يروح لامه ويسلم عليها ويزورها يواصله ويبره اذا عنده امكانيات مبره ويرجع امي من الرضاعه. والحين الحين برجع عاد بالسنه هذه خليني اخلي الرجل انا ولدي خلي امه. الله المستعان. هو بالنسبه للموازنه بين الماضي والحاضر والحاضر فيها سلبيات وفيها ايجابيات. هذا الصحيح. نعم. وكل واحد مثل ما يقولون ما يمدح السوق الا من ربح. فيه. الله. يعني قد يكون في ذاك الزمان اناس عندهم من الترف وعندهم الخير ما لا يوجد عندنا. يعني الان اللي بيروح مثلا للاندلس لاسبانيا الان ويشوف القصور اللي هناك ويشوف الحضارات ما وصلوا الى يومنا هذا. الشاعر خلف ابو زويد. ايه هي تختلف حتى اني هو هذا مثل واحد ان الله يذكره بالخير كان جار لي قال ترى اليوم عندي غداء قلت له بيجي قال فلان اعرفه رجال ثري بخير قلت خير ان شاء الله المهم ويجون ربع للثري ضعوف بعضهم ما عنده شيء وجايين لعل الله عز وجل يرزقهم شيء منه المهم يوم طلعت مع الباب هو جاري ما هو بعيد يوم طلعت اللكسس جاي وراه ثلاث سيارات مليانة مع جو موكب سلمت على عند الباب دخلنا ويوم جلسنا قاعد يشرفون مثل سوالفنا عن النعم وعن الخير وعن قال هذا التاجر قال يا اخوان والله انه بخير ونعمة والله انه بنعمة الله لا يغيرها قال عاد الشايب ذاك الله لا يغيرها عليك أما أن الله يغيرها بما هو أحسن. كل واحد صادق صادق وهذا يقول الله يغيرها غير إنه فقر ويقول الله يغيرها علينا الله يغيرها بما هو أحسن غيرها إن شاء الله السابق الله يسلمك يعني أنا جربت شيء من السابق لأنه كنا في قرية اللي هي المزحمية يعني حتى أن استمريت لين ثالث يمكن ابتدائي ما دخل عندنا الكهرب ما عندنا الكهرب فضل يكون عندك تلفزيون ولا وما كان عندنا شيء نبذ الا الرادو اذا جاء رمضان علشان نستمع الصيام والافطار لا ام حديجان ايه لها دور حقه الكويت الله يغفرها قصص وما قصص بس يوميات ام حديجان ما في شيء غير هذا الله يسلمك لكن ليالي رمضان اذا جاء الله يسلمك كنا في الصيف جاء مسيان يعني قبل المغرب نص ساعه رقينا للسطح تفرشون خذينا فرشنا الله يسلمك وراح نفرشها مكيفات عشان تبرد وتشوف جيرانك كلهم في السطح شايلين فرشه صلينا الله يسلمك المغرب الا العشاء حاطينه تعشينا العشاء بعد والله نصلي العشاء ان الواحد يا الله انه يوصل فراشه
يبغى الافراش بس ونرقد. لا رقد الله يسلمك الا احنا نجوم ما عاد تشوفها الان، ما في لا كهرب ولا شيء، صفا. اي والله هنا صفا، وهنا صفا، وهنا الله يسلمك جيراننا عندهم مزرعه، مزرعه قريبه حاطين عليها تخبر عشان لا طفت، يحطون قاروره عشان الصوت، عشان الصوت لا ضربت فيه، عشان لا طفت يسمعونها. هذا واحد عند الله يغفر له يرحمه، هذا اللي طفت ولا فرط السير اسرع عشان يسمعون. هذا واحد اليوم صلى الفجر هو يروس في المزرعه اللي جنب المسجد، يوم صلى واذن الفجر راح بيصلي والماكينه تشتغل ويبغى بس يخصم الصلاه عشان يروح يكمل. وكذلك الايام اذا صلوا يقدرون يسالون فلان من ربك؟ الله اكبر. ما دينك؟ يختار كم واحد. يوم سلموا قام الامام ويتسلط على راعي المكينة اللي الشاقطة، هو يبغى يروح، هم في اثناء الصلاه في الركعه الثانيه طفت المكينة، اختلف صوت المكينة، ما عندها صوت، هو بيروح. ايوه. قال من ربك؟ قال ربي الله الذي من نبيك؟ قال نبي محمد عليه الصلاه والسلام. قال ما اسمه؟ جاب اسمه. كم عمره؟ جاب. قال وين بلده؟ قال مكه. قال وين هجرته؟ قال هاجر من مكه الى المكينه. يقول المدينه. قال اقول راح للمكينه. كنا ننام في السطح. الله يغفر لامي راعي الخيام والله ان جاء اخر الليل تقومنا وانا نقوم بجرم معها نصلي، ما ادري شو نصلي. يصلوني ونصلي الله يسلمك الله يرضى عليك. واذا جاء الفجر الا الشاهي والقهوة والحليب، واذا كنا ايام الشتاء افضى وشاب ومدفيت لنا مثل هالبريك كبير مويه عشان ما عندنا سخانات وضي، وكل واحد تعطيه غضيرة الله يسلمك تصب نصها مويه الحاضر وخذ الباقي من التاكل في الحمام. حياتي سبحان الله، لعلنا نرجع لها ان شاء الله، بس انا ما ودي استاذن بالكلام. ابو جمعه ولا ابو عاطف؟ ابو عاطف. جمعه ابو عاطف حياك الله. الله يحييك ابو. كيف انتم السودان؟ اظن ما اختلفتوا كثير يعني ولا؟ والله تقريبا حول الدعوه الاول والحين الماضي ما هين بواحد. ما اختلفتوا كثير؟ والله في اختلاف. في اختلاف؟ في اختلاف كثير. ها. احنا زمان حتى الضيف لما نيجي اخر الليل يعني يلقى النار مشبوبه والعرب صاحيين. الله اكبر. اما دالحين الناس مسكر ابوابها عليها وهو الرقود في بيوت. ما هو بزي الوقت بس احنا نشوف السودان من البلدان اللي الحضاره ما اثرت فيها كثير. والله يمكن النص تقريبا الحضاره اثرت فيه، اما البدو لا، الحين البرا محافظين على تقاليدهم وعاداتهم القديمه. واما الحضر والله لو تجي الساعه 7 او 8 طق الباب ما حد فتح لك باب. الله حتى في كل مكان. هذه عامة وطابة، هذه عامة في كل الدول. عندنا واحد شنقيطي دكتور في الجامعة، شباب ما شاء الله، إلى الآن في شنقيط في منطقتهم ينتقل على الإبل ويكتبون باللوح. اللوح هو اللي يحفظون فيه. الله أكبر. إلى الآن يحفظون فيه. يحفظون فيه وما عندهم كهرب ودروسهم ماشية، هو اللي يسمونها المحضر اللي يجمعون فيه. أنا والله قلت لعله نجل عطلة نزرق لهم شهر موريتانيا. أي والله شنقيط، شوف دراستهم وشوف حتى العيال، لو ودي لك واحد من عيالك ولا من اثنين ثلاثة يدرسون خاصة علوم الآلة، النحو والبلاغة والصرف عندهم ما شاء الله. ذكرني أول أبو صالح، هذه قصة حصلت على مجموعة من الطلاب كانوا في قرية وراح يدرسون في مدينة، ماني معطيكم المدينة ولا القرية. المهم راحوا هم بادية وعندهم غريفتن في السطح يجلسون يدرسون فيها، وكان واحد منهم طالع على الجيران، راح البيت ابوهم شاف الولد يوم انه طالع على، شاف واحد اصلح واحد فيهم يصلي في المسجد، قال يا فلان ترى كان واحد من اخوياك البارح طالع مع السطح، شوف الحشمه في الاثنين، وذاك صغير في نفس السن. قال طيب يصير خير. جاء علم وقال يا شباب في احد طلع معه السطح طالع في الجيران، كلهم قالوا مره. إيه هذه عوايدهم يا حبيبي. احد طالع قال والله ما فينا ولا واحد طالع. هذه يحلفون زياده. اي قال طيب. اليوم الثاني طال عمرك الا برضه طالع، ولا الرجال اشتكى قال يا فلان في رجال طالع مع الجدار حق السطح. قال يصير خير. قال اسمع انا بجيك المغرب او بجيب معي غرض وبدخله. قال طيب. جاب له حمار الله يكرم من عندي وطلعه على السطح. اي في بيت على صوت حجاره. المهم ان الرجال ذاك يوم طالع على نفس وضعه، اللي يوم طالع راح نادى العيال قال العيال في حمار على السطح الله يكرم من عندي.
جو العيال طالعوا قالوا ما في ولا حمار، قال الا شوفوا الحمار، قال يا حبيبي لا في حمار ولا في شيء، قال والله ما في حمار، قال والله ما في حمار، ولا الرجال يوم انه بغى يمسح الدماغ بغى يا عيال ما تشوفونه، قال والله تعال تعال خلينا نقرا عليك، وياخذون طعمك يقرون عليه ما هو مصدق، يقول انا اشوفه، قال يا ابوي ما نشوف شيء، هو فعلا في حمار لكن يبي يربيه عشان ثاني مره ما يطالع فيه. والله اي والله اول شيء انكشف والرجال بغى يجي مثل النفسيه ويجون يقرون عليه المم يوم النفاق، قال يا فلان استعلى وجهك ترى حمار انت، لكن لا في حمار فعلا بس هم يقولون ما في عشان الرجال يقول انا اتجننت ولا وجاني، عرف الرجال عرف ان المستهدف وادبوه وادبوه وتاب طعمك ما عاد يطالع لا في جيران ولا في بيت. فطوركم اظن جاهز يلا توكلنا على الله. اي شوف الحنكه فيهم ولو انهم صغار فطورنا جاهز يا ابو صالح ابو شيخ فطورنا جاهز ما شاء الله تبارك لا اللي تبغى لها قرايه تبي لها. بسم الله الرحمن الرحيم على الفطور هناك نكمل سؤال في يا مرحبا حياكم الله تفضلوا ابو جمعه تبقون ما شاء الله تبارك ابو عاطف مرحبا بسم الله بسم الله بسم الله ما فوحتوا من يلا تسعد الدنيا والدين بس عطيته من الشاي وخلطت الحليب يا اخوي الحليب ولا حليب ولا ما الحليب برادين لاقيت لي لا حليب ولا حليب النيا ما طرت الحليب يلا حليبنا معنا حليبنا معنا يلا توكلنا على وحبيبنا معنا حليبنا معنا وحبيبنا معنا يا سلام كل الامور طيبه عاد عيدكم وعاش حبيبنا وحبيبكم يا سلام يلا علي عليك عليك ما شاء الله تبارك الله يلا يا مرحبا تفضل الله يسامحك بس ادي ادي كلام زميلنا الله يهديه امشي الشباب يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم اصغر واحد يبقى اخر يا واحد الاخير يا مرحبا حياكم الله الله يبقيكم الله يحييكم تسلم الله ابو فهد اطلع مع الباب ماشي على اليمين الله يسلم امورك عد على طول عمرك قدامنا ابو صالح ابو سعد الله يعطيه الصحه والعافيه دائما مكرمنا باخلاقه يلا يلا اتمنى لك التوفيق والعافيه بالله ما والله بس اول ما جاء اول ما دخل المجلس اعطانا شوي وبعدين والله نكتفي واذا سمعنا الكلام اللي طال عمرك كم توقع؟ توقع انا 50 45 100 بيت ما شاء الله على اساس انه قارن طال عمرك قارن من الزمان ركبتها على 100 بيت 100 سنه 100 بيت بس اللغه العربيه عندك ما شاء الله تبارك الله يعني لسانك مستقيم على اللغه العربيه هذا لا ما اكتب الشعر الشعبي هذا مع احترامي له ما اكتبه ما يهيض شويه الشعبي تحس انه ذي لا ولا انت لا تهيضت جبت فصيح لا انا ما اكتب الا فصيح ما شاء الله جاه الدين وجاه طال عمرك الصحه والملابس والسيارات والتقارب والخير يا طال عمرك ما يقاس ابدا تطورات لكن ما زي ما تفضلت الشعبي لازم التطور الدنيا تطور موجوده لكن الخير الان والله انه كثير صراحه الحمد لله بسم الله مرحبا حياكم الله السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله تفضل عبد الواحد صباح الخير كيف حالك ابراهيم فيه الله يعطيك العافيه تفضل يا رب يعافك وفرعك ورضاك ورضاك هذا براد الحليب استريح عطنا فنجان للشيخ علي وين ابو سعد ابو سعد من ابو سعد ترى اخر واحد مو مشكلته اخر واحد ها اخر واحد من هو؟ اخر واحد انا اسراركم فيه ترى ترى معلمهم شايل وحده الصبح احنا يمنا تتكلمون الله يحييكم في الماضي والحاضر صحيح ان الماضي له وين يعني وضعه ومحبته واشياء ما يمكن ننساها خاصه احنا اللي عشنا في وقت كانت الامور فيها شحيحه لكن والله انه كانت كانت في سعاده لا توصف لكن تراني بطبخ لما نجي لوقتنا الحاضر بسم الله ما شاء الله ايش تقول يا اخي الخير والامن والاستقرار وزياده في سعه في المساكن راحه في القلوب وساع في الرزق يعني مراتب خير يعني نحمد الله احنا نقول الله